مشاهدي الطريق إلى البرلمان، برلمان 2015، برلمان مبني عليه أمال وطموحات الكتير من الناس، كتير من الشعب المصري. بنتكلم عن الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق. برنامجنا بنحاول إن احنا نجوب دوائر ومحافظات الجمهورية، نشوف الناس عاوزة إيه ومشاكلها إيه، وبيكون بصحبتنا مرشح من هذه الدائرة اللي بنكون موجودين فيها، نعرف منه حلول ل مشاكل الناس. محافظة المنوفية بالفعل أحدثكم منها الآن، بالتحديد مركز منوف، مركز كتلته التصويتية كبيرة، 243 ألف صوت انتخابي إحنا موجودين فيه النهاردة. هنتكلم مع الناس، نشوف مشاكلهم إيه، منهم هم بنفسهم وبصحبتي الأستاذ أمير أحمد الجزار، مرشح حزب الوفد هنا في مركز منوف، وهنبتدي معاه كلامنا. برحب بيك. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بقناة الحياة، ونورت والمنوفية. بشكرك جدا. خلينا كده نبتدي كلامنا في الاول، عايزين نعرف الجوله الاولى شفتها ازاي، مريت بيها ازاي، وانت بالفعل تاهلت لجوله الاعاده. والله احنا الجوله الاولى كنا بانيين حساباتنا فيها طبعا على نتائج المرحله الاولى خالص من الانتخابات. الحمد لله قدرنا ان احنا نقدر نعمل شغل فيها كويس، ان احنا نقدر نخلي الناس تطلع. نعم، نسبه الحضور احنا غير راضيين عنها برضو، مع انها نسبه عاليه جدا في محافظه المنوفيه او في دايرتنا هنا تحديدا، قرابه ال 40% او 39% بالظبط نسبه حضور. وربنا يا رب ان شاء الله يوفق ويولي من يصلح. احنا كنا 15 مرشح طبعا، في المرحله الاولى بيبقى في زخم انتخابي فيها، فوصلنا للتصفيه الحمد لله ان احنا هنا في 4 مرشحين دلوقتي هم اللي موجودين في جوله الاعاده. المرحله الاولى يعني الجوله الاولى في المرحله الثانيه كانت شفتها هنا، بالنسبه لك اهل الدائره كانت عامله ازاي، تفاعلوا معاك بشكل عامل ازاي؟ والله الحمد لله احنا لنا قواعدنا في كل البلاد، لنا ناسنا في كل البلاد. احنا بنلعب على الناس المحترمه، بنلعب على الناس اللي هي بتطلع تدي صوتها فعلا عشان هي مقتنعه بالمرشح دوت. مالناش دعوه باللي بيدفع فلوس، مالناش دعوه بالحاجات دي كلها، ده مش اسلوبنا ولا طريقتنا. احنا هنا كافراد مرشحين، وده برضو مش اسلوبنا كحزب الوفد ان احنا ندفع رشاوى انتخابيه او ان احنا ندفع للناس فلوس عشان تروح تنتخب او الكلام ده. احنا خدنا معركه الحمد لله بنزاهه وبشرف، والحمد لله حققنا فيها انجاز كويس. هاخد من كلام حضرتك موضوع المال السياسي، قابلته هنا في الدائره بتاعتكم، ولما قابلته اتعاملت معاه ازاي؟ هو احنا قابلنا المال السياسي في كل الدائره وفي كل الجمهورية، أعتقد مش في كل الدائرة بس عشان أبقى منصف، في كل الجمهورية فيها النهاردة إنفاق مال سياسي ببزخ جامد جدا جدا. إحنا الحمد لله قابلناه بسمعتنا، قابلناه بناسنا، قابلناه بالشرفاء اللي وقفوا معانا في كل البلاد. وخلي بال حضرتك برضو المال السياسي ما هوش حكر على إن المرشح أو الناخب يروح ينتخب اللي إداله، لا، ممكن بالعكس إن الناخب ياخد فلوس من واحد، أو اللي بياخدوا الفلوس بتبقى فئة معينة أو مجموعة معينة بتبقى هي دي الغلبة الأصح ليها، مصلحتها هي فقط لا غير، وليس مصلحة المرشح أو مصلحة الناخب. الناخب ممكن ما يقعدش عليه حاجة من الكلام ده، ولكن بيروح برضو الناخب حتى لو أخد فلوس من حد هو مقتنع بحد معين بيروح ينتخبه، وده شفناه الحمد لله في دايرتنا، وكان لنا نصيب كتير جدا فيه من الناس المحترمة والناس الشرفاء زي ما قلت لحضرتك. لاحظت طبعا حضرتك موجود بالفعل في الدايرة هنا مع الناس. خلينا نروح نشوف مشاكلهم منهم هم نفسهم ونرجع نناقشها مع حضرتك. برحب بيك اولا، وقول لي ابرز المشاكل الموجوده في الدايره هنا ايه؟ صرف. الصرف هنا مشكله على الدايره، يعني على الدايره بحالها، يعني مشيت سلطان وتيتا وغمرين وسنجر، دي البلاد دي واقفه على ميه، واقفه على ميه كده، يعني ميه فوق ما تخيل، وخد عندك الزباله كمان، يعني مش يعني حاجات غريبه الشكل، لو بصيت وراك هتلاقي اكوام زباله يعني، وهنا وفي اي مكان. وبعدين عندك يعني الميه، انا من الناس اللي بروح بجيب ميه من منوف، وثلاث ارباع البلد بتروح تشتري ميه، واي حد يقول كده يبقى غلطان. وهي البركه ان شاء الله في الاستاذ امير، يعني البركه في ربنا وفيه والناس اللي هتشرفنا دي. يعني تمام، بشكرك جدا. يا موضوع الصرف، برحب بيك، انت شاب صغير، كلمني كده عن المشاكل اللي ممكن تكون بتمسك انت شخصيا. والله احنا بنواجه حاجات كتير، اولها البطاله، سوق العمل، شغل، تعليم، احنا بنواجه حاجات كتير قوي، تعليم كتير، بطالة، حاجات كتير بنواجهها. لو توفر لنا الحاجات دي هنتقدم فيها، لكن ما فيش. احنا عايزين هنا نتقدم، وبالبركة في الزمير برضو
يتوجه لنا الحاجات دي، فمحتاجين الحاجات دي كلها بس مش اكتر. يبقى برضو مشاكل التعليم والبطالة بالنسبة لك، برحب بحضرتك وقول لي اغلب المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهكم هنا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. المشاكل اللي بتواجهنا هنا طبعا الطرق متردية جدا، فمشاكل الطرق دي مشكلة موجودة في جمهورية مصر العربية، ولكن هنا في الأرياف الطرق عموما يعني مع شوية مطرة مع شوية حاجة بتلاقي البلاد بتاعتنا كأرياف كلها معجنة، لا تعرف يخش ولا عارف يخش. تاني على كده احنا عندنا هنا في مشكلة في منشية سلطان بتقركنا مدخل السكة الحديد، لازم المفروض يتوسع شوية مدخل السكة الحديد. مشاكل التعليم ومشاكل الصحة طبعا، المستشفيات عندنا متردية جدا إلى أبعد الحدود. تاني على كده انت عندك في الصحة هنا مستشفيات لا بتعالج ولا بتعمل، مستشفيات كلها حاجات وحدة صحية، فبنطالب النائب بتاعنا ان يعمل لنا مستشفيات على أعلى مستوانا. شكرا، أشكركم جدا، وهنرجع نكمل المشاكل أيضا مع أهالي دايرة مركز منوف، ولكن نناقش اللي الناس اتكلمت فيه، موضوع الصرف الصحي، موضوع يمكن موجود في أغلب دوائر جمهورية مصر العربية، كلمنا عنها أكتر. هو حضرتك موضوع الصرف الصحي ده المشكلة الأولى والمشكلة التي تشغل بال جميع المواطنين في مركز منوف تحديدا وفي كل القرى عامة. الصرف الصحي هنا متأخر جدا، العمل فيه ببطء شديد جدا في كل قرى المركز وليس في الوحدة المحلية فقط، لأن النهاردة النائب مش هيبقى نائب عن بلده فقط، النائب نائب عن مصر كلها أولا وعن دائرته ثانيا مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. الصرف الصحي المفروض في مركز منوف كان يخلص 2013، لحد النهاردة احنا على مشارف 2016، طبعا نظرا لظروف البلد اللي فاتت والحاجات دي كلها، ففي تأخير وفي بطء شديد جدا في التعامل مع الصرف الصحي. بس احنا شايفين النهاردة ان غالبية البلاد بدأ فيها مجموعات العمل تنزل تاني وبدأ يبقى فيها شغل تاني في الصرف الصحي، فدي ان شاء الله مشكلة ان شاء الله قربت على الانتهاء. وانا واعد اهل الدائرة جميعا وقلتها يمكن على الهوى المرة اللي فاتت برضو، ان اول طلب احاطة هقدمه او اول حاجة همشي فيها هتكون هي مشكلة الصرف الصحي. ده بالنسبة للصرف الصحي. بالنسبة لموضوع الزبالة والحاجات دي، موضوع الزبالة دي زي ما قلت برضو المرة اللي فاتت المشكلة متعلقة ذو شقين. اولا في الوحدة المحلية او اي وحدة محلية في اي بلد لا تكل جهد ان هي بتشتغل على الزبالة، بتشيل الزبالة فعلا. لو حضرتك لفيت دلوقتي احنا الساعة 10 او 11 هتلاقي الزبالة متشالة في غالبية الاماكن، بس عندنا نقص في الامكانيات، عندنا معدات للأسف الشديد، عندنا معدات بس ما عندنا السواقين يركبوا المعدات. دي مصيبة مش كارثة، دي مصيبة سودة. ازاي عندنا معدات مركونة في الجراشات وما عندنا السواقين؟ مين المسؤول ان هو يعين سواقين؟ ليه ما بنعينش سواقين؟ ليه ما بنشغلش المنظومة دي تشيل مرتين في اليوم، تشيل كل بلد كل يوم؟ لا، موجود معدات فعلا بس ما فيش سواقين. دي المشكلة اللي موجودة في كل الوحدات المحلية. المشكلة التانية الخاصة بالزبالة اللي هو الشق الخاص بينا احنا كمواطنين. احنا قلنا قبل كده ونادينا 100 مرة والوحدات المحلية نادت واحنا عملنا 100 حملة قبل كده للنظافة، قلنا ان احنا نرمي الزبالة بتاعتنا من البيوت من الساعة 8 بالليل للساعة 8 الصبح. هيبقى الشارع عندي هتيجي عربيات الزبالة تشيل الزبالة الساعة 10 الساعة 9 الساعة 11 وقت ما بتيجي، هيبقى الشارع عندي من بعد كده لحد بالليل نظيف طول اليوم نظيف. انما النهاردة حضرتك العربية بتيجي تشيل مثلا الساعة 9 او الساعة 10 10 و5 بتلاقي المكان فيه زبالة تاني. هل ده تقصير الزبالة ما تشالتش؟ لا، الزبالة تشالت. فدي مشكلة مواطنين مع مشكلة عدم امكانيات في المجالس المحلية. موضوع الطرق يمكن احنا شفنا واحنا جايين بالفعل في الطريق، يعني لا طرق متعرجة جدا. احنا حضرتك محافظة المنوفية يعني بالنسبة لشبكة الطرق فيها اعتقد ان هي اسوأ شبكة طرق على مستوى الجمهورية، واسوأ شبكة طرق على مستوى محافظة المنوفية مركز منوف. حضرتك في طرق النهاردة رابطة ما بين بلاد، يعني لما نيجي نقول مثلا رايحين من منشية هنا لحد منوف بنعدي على بلد اسمها تيتا وغمرين، ما نعرفش ان احنا نمشي في تيتا وغمرين بعربية، او حتى الناس اللي ماشية لوحدها على الارض تعرفش تمشي من تهالك الطرق وان مفيش اساسا طرق. عندنا بلد اسمها برهيم وبالمشط ومنشية غمرين، عشان تعديني برضو توديني للبلاد التانية النهاردة اللي راكب عربية الله يكون في عونه فيها وهو معدي. عندنا ديبركي وانت راحة حضرتك مدينة السادات، ودي بناشد المسؤولين فيها، احنا النهاردة مدينة السادات دي مدينة صناعية
من المدن الأولى في مصر، لازم أهيئ لها الطرق، لازم أهيئ لها الطرق عشان أقدر أودي الناس، أقدر أحافظ على العمالة، أقدر أحافظ على الوقت الضايع اللي بيضيع مني. النهاردة المفروض أروح مدينة السادات من هنا لمدينة السادات في ساعة، كنا زمان بناخدها في 35 دقيقة تحديدا. النهاردة عشان تروحي مدينة السادات لهنا عربيات الورادي بتطلع مثلا 6:30 الصبح، عشان تبقى في 8 في شغلها او 7:30، ممكن يوصل 8:30 وممكن يوصل 9. فدي من ضمن المشاكل، ان لازم 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 شبكة الطرق في المنوفية يتم معالجتها ويتم اعادة رصفها تاني. وان شاء الله احنا املنا في ربنا كبير، واملنا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير، ان احنا نقدر في كمحافظة المنوفية يكون لنا نصيب في اصلاح الطرق واصلاح البنية التحتية لمحافظة المنوفية ان شاء الله بالتاكيد. طيب موضوع منظومه التعليم هي ليست قاصره على محافظه المنوفيه او مركز منوف، ولكن هي مشكله عامه، كلمنا فيها اكتر، في قوانين معينه او شيء عايز تتكلم فيه؟ هو حضرتك منظومه التعليم دي مشكله شائكه، مين السبب فيها؟ يعني النهارده التعليم، احنا عملنا تعليم، بقى اصبح كل التعليم عندنا في مصر النهارده تعليم عالي. في التعليم العالي اوجد عندي بطاله، لان النهارده انا كمواطن غلبان او كمواطن شغال على ايدي او في اكل عيشه او الكلام ده، يهمني ان انا اعلم ابني كويس، ان ابني يدخل كليه كويسه. بعد ما يدخل كليه المفروض ان انا بطلع اشوف احتياجات سوق العمل ايه. لا للاسف الشديد انا بدخل الكليه وخلاص عشان يبقى معايا كليه. طب يلا يا ابني تعال اشتغل، ما انا عايز اشتغل بمؤهلي، وده حقه وده حقي كمواطن ان انا اتعلمت واخدت بكالوريوس او اخدت ليسانس اشتغل بيه، ما اطلعش اشتغل عامل في مصنع او يبقى صاحبي اللي كان معايا شغال حاسب وانا شغال عامل معاه او الكلام ده. احنا حضرتك عندنا التعليم لازم يعاد هيكلته تاني بقوانين حازمه. احنا تم وضع 10 درجات للثانويه العامه، قلنا كده دي بدايه النقطه الاولى في انطلاق اصلاح التعليم، ان الطالب يحضر في المدرسه. رجعنا احنا تاني كطلبه وكاولاء امور تظاهرنا وقلنا لا مش عايزين الطلبه تروح ولازم العشر درجات يتشالوا، فتشالوا العشر درجات تاني، فاصبح تاني بدانا من نقطه صفر تاني. النهارده حضرتك طالب الثانويه العامه، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي ويسمعنا وزير التربيه والتعليم، وبوجه الرساله دي للسيد الرئيس السيسي، طالب الثانويه العامه النهارده حضرتك ما بيروحش المدرسه من اول يوم لاخر يوم، ما بيروحش المدرسه نهائيا. المفاجاه الكبرى اللي ما اعرفش هم يعرفوها ولا لا السيد وزير التعليم، ان طالب ثالثه اعدادي، وانا بتكلم هنا عن دايرتي، طالب ثالثه اعدادي ما بيروحش المدرسه من اول يوم لاخر يوم. يبقى فاضل لنا ايه في التعليم تاني؟ ده بالنسبه حضرتك للتعليم. طيب عندنا مشكله بطاله الناس بتنادي بيها. طب احنا عندنا بطاله في المؤهلات العليا، وعندنا نقص وعجز تام في بقيه المؤهلات المتوسطه والمؤهلات اللي هي تشتغل عمال وتشتغل صنايعيه وتشتغل في المصانع اللي هي مستلزمات الانتاج والكلام ده كله. طيب حضرتك النهارده المصنع على سبيل المثال، اي مصنع النهارده، احنا النهارده بلد اقتصاديه، عندنا مناطق صناعيه كتيره جدا، ما بقناش زي زمان بلد زراعيه فقط، لا احنا النهارده اقتصادي صناعيا اقوى، لان احنا عندنا مدن صناعيه كبيره جدا. على سبيل المثال احنا عندنا هنا في المنوفيه بس لوحدها منطقتين صناعيتين، مدينه السادات منطقه صناعيه من الدرجه الاولى، ومدينه اويسنا منطقه صناعيه برضو من الدرجه الاولى. دول كافلين ان هم يغطوا شغل العماله اللي بتطلع من عندي من المنوفيه، غير ان انا في النص هنا ما بين 6 اكتوبر وما بين العمريه وما بين المدن الجديده برضو برج العرب والحتت دي، وجنبي من الناحيه الثانيه العاشر من رمضان و6 اكتوبر. فالحمد لله احنا محافظه المنوفيه موقعها كويس جدا، بس المشكله في التعليم ان حضرتك هتلاقي المصنع على سبيل المثال اللي محتاج 100 موظف، لو قسمناهم كده بالورقه والقلم هتلاقي محتاج مثلا محاسب او 2 ادي مؤهل عالي، محتاج شؤون اداريه، محتاج شؤون قانونيه، محتاج مدير، محتاج ايه محتاج ايه. لو قسمنا من 100 دول هلاقي ان انا محتاج 10 على الاقل، 10 او على الاكثر 10. طب ال 90 التانيين دول هجيبهم منين؟ ما ال 90 التانيين لازم يبقوا فني وعامل ومؤهل وبدون مؤهل والكلام ده كله. النهارده دي مش موجوده عندنا للاسف، فتلاقي غالبيه المصانع فيها عجز في العماله شديد جدا، ومتقدم للوظيفة المحاسب 100 واحد، أنا عايز منهم واحد. فدي المشكلة الكبرى، لازم وبناشي التاني السيد رئيس الجمهورية، إن إحنا كنا بالنادي بوزارة للتعليم الفني وحضرتك عملتها بالفعل، فبنناشد حضرتك إن لازم يكون في وزارة للتعليم الفني، وأقدر إن أنا أرجع التعليم الفني تاني بقوة. طبعا انا شايفه في كلام حضرتك انك عايش في الدايره وعارف مشاكلها يمكن تفصيليه. طيب خلينا نرجع لابطال المشهد بقى، الناس بمشاكلهم، نعرف كده منهم ايه المشاكل تاني وحضرتك ترد عليها. برحب بيك اولا، وقول لي كده ايه ابرز المشاكل الموجوده عندكم هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة الحياة على التجول الجميل ده في المحافظات وفي المناطق والمشاكل اللي بتخصنا. طبعا أنا كراجل فلاح وإحنا في الفلاحين، وسبق قبل كده إن إحنا قلنا الفلاح ده مقهور ومظلوم وكل شيء للقرف كله على دماغه، عنده مشاكل سواء الكيماوي سواء قلنا التقاوي الصالحة اللي هي جاية من معهد البحوث الزراعية. عايزين حاجات جديدة عشان تنمي العمل الزراعي وتنمي الزراعة ونرجع تاني لعهد زمان، نوحد المسافات في الزراعات علشان المحصول يديك الانتاج اللي انت عايزه، لان كما قلنا سابقا ان الفلاح كان بيستنى وينتظر موسم القطن عشان يجوز ولاده ويعلم ولاده ويدفع الفلوس لولاده طول السنة. دي مشكلة. المشكلة التانية عندنا مشاكل التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين على الأسرة، كل هذه أمور بيشعر بها المواطن عايز يعيش عيشة كريمة، حياة محترمة، حياة تليق كبني آدم. لكن إحنا في وضعنا الحالي المجتمع المصري بكل أسف نظر للظروف المتغيرة والظروف الاجتماعية اللي إحنا عايشينها، بالإنسان بيشعر بضيق وبملل وبلا مؤاخذة في التعبير بشيء من الملل الضيق، أو مش عايز أقول القرف يعني، لكن هي قدرنا كده. ولذلك هذه رسالة للنائب بتاعنا أو المرشح بتاعنا اللي إحنا رشحناه وواقفين جنبه، أنه يأخذ على عاتقه كل هذه المشاكل ويحاول مع إخوانه إن شاء الله بعد توفيق من الله أنه هو يعمل على أنه يحل بعض هذه المشاكل حتى تسير الأمور في النطاق الطبيعي. وشكرا لك يا أستاذة على حضورك عندنا. مشكوره جدا. نكمل برضو مع حضرتك كده، ابرز المشاكل الموجوده ايه؟ والله انا عايز اتكلم على مشكله هتبقى مشكله كبيره قوي هتواجه عضو مجلس الشعب القادم في مجال تخصصي كمحامي. ان عندنا اكتر من 560 قرار بقانون صدروا في الفتره اللي فاتت، والمشكله ان الدستور نظم ان لازم خلال فتره محدده ننتهي من مناقشه هذه القوانين واقرارها. ازاي عضو مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشعب هيتغلبوا على هذه المشكله ويحلوا لنا المشكله دي؟ ده مشكلة أساسية بجانب المشاكل اللي أثرها بعض الصدى الحضور، وإن شاء الله نجد لها حلول. ومطلوب من عضو مجلس الشعب إن هو يقسم المشاكل اللي موجودة أولوية بأولوية. يعني أنا عندي في مسألة منشية سلطان يهمني في المقام الأول مية الشرب، لازم يتعامل مع مية الشرب. دي مشكلة بتدخل كل بيت، مشكلة الصرف الصحي. فواجب على عضو مجلس الشعب أو بنطلبه من دلوقتي إن هو يقسم المشاكل أولويات، يبدي الأولوية الأولى للمشاكل المتعلقة بغالبية القرى. شكرا لقناة الحياة على وصولها لمنشية السلطان بلد النائب المنتظر إن شاء الله الأستاذ أمير الجزار. وأنا هتكلم على مشكلة بسيطة جدا، ودي مش هتكلف الدولة إن شاء الله أي حاجة. مشكلة البطالة اللي أنا قدمت طلب مقدمة كده إن شاء الله للنائب المنتظر الأستاذ أمير الجزار على أساس أنه يرفعها للدكتور سيد البدوي. والدكتور سيد البدوي بلغني أنه هو اطلع على المشروع ورحب بيه، اللي هو ان احنا عندنا ارض فاضية وصالحة للزراعة. الارض دي مش هتكلف الدولة حاجة، وده نداء لسيد الرئيس السيسي اقول له حاجة بسيطة. ايه هي؟ سيادتك ده عنت الرغيف العيش للفلاح وللفقير، خدت بال حضرتك؟ فديت لتساعدنا للأرض ديت على أساس أن الناس تاخد الأرض دي وتزرعها، ونشرت على الراجل اللي هياخد الأرض ويزرعها يزرعها قمح علشان نوفر المحصول للدولة. سامحني فريد عبد الحميد من قرية شبشيل تملاي. احنا عندنا الصرف برضو تعبان، الطرق عندنا، المقابر ما عندناش ارض ملك الدولة، محتاجين ان احنا كمية ارض، وطبعا ما تقدرش تبني في ارض من غير ما تشتريها او توافق عليها.
عندنا الوحدة الصحية برضو تعبانة، عندنا عاوزين وحدة بيطرية في البلد، مشاكل ياما ومش هقدر اعدها لان زي ما تقول ايه الوقت ضيق علينا. شكرا. هادي عندك حاجة؟ أستاذ أمير، سمعنا عدد كبير من المشاكل بالفعل بتخص الدايرة هنا، ويمكن حزب الوفد حزب كبير عريق اتكلم في عدد من القوانين وسن عدد من القوانين. ايه اللي انت شايفه الفترة اللي جاية هتتعامل ازاي مع كمية المشاكل دي؟ هو اولا بالنسبة للكلام اللي قاله الأستاذ أشرف، طبعا دي جزئية مهمة جدا جدا جدا، ودي شغلة الرأي العام كلها، واحنا كحزب الوفد قدرنا ان احنا نجتمع بيها وناخد بيها قرار فيها، ان احنا غالبية القوانين 500 او 600 قانون اللي طلعوا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، ومن قبله المستشار عدلي منصور، ومن قبله السيد الرئيس محمد مرسي، كل القوانين دي محتاجة ان احنا هيتوافق عليها وتقر حسب الدستور ما قال. وهنا برجع للجزئية بتاعت الفترة السنة ونص اللي تمت في الفترة اللي فاتت دي، الفترة اللي فاتت السنة ونص دي كلها، فتم فيها طبعا تأخير لمجلس الشعب، تم فيها تأخير لمجلس الشعب، فبالتالي تم فيها تأخير مجلس الشعب، فدي زودت المدة في الفترة اللي فاتت دي كويس كتيرة جدا. فالنهاردة احنا بنقول كحزب الوفد ان احنا هنوافق على القوانين دي من حيث المبدأ. بمعنى ايه من حيث المبدأ؟ ما فيش حد هيقدر يقر القوانين دي ويعملها في خلال 15 يوم زي ما الدستور قال، فبالتالي احنا كحزب الوفد قدمنا اقتراح، والاقتراح ده لاقى قبول، ان هو احنا هنوافق على القوانين دي من حيث المبدأ، وبعد كده نبدأ نناقشها قانون قانون، او اللي هيتوافق عليه يتوافق عليه، والله يقر بعد كده هيناقش ويقر فيما بعد. دي بالنسبة للقوانين. بالنسبة لحضرتك لمشاكل الفلاح، احنا طبعا كحزب الوفد متبنيين مشاكل الفلاح، ومتبنيين مشاكل العمالة، ومتبنيين مشاكل الناس الغلابة، لان حزب الوفد وحزب الجلاليب الزرقاء كل أبهاتنا اللي موجودين عارفين الكلام دوت، وعارفين ان الوفد هو اول من عمل القوانين الخاصة بالمواطن الغلبان، عمل القوانين الخاصة بالفلاح، عمل القوانين الخاصة بكل ما يمس المواطن البسيط. احنا كحزب الوفد من اولى اولوياتنا الفلاح زي ما قلنا قبل كده في البرنامج اللي فات، بنطالب بحاجات كتيرة جدا للفلاح، اللي هي ان شاء الله تحيشه حياة كريمة وحياة راغدة باذن الله. بالنسبة للاراضي طبعا المستصلحة والاراضي دي احنا برضو بنطالب بيها فعلا، وبنناشد السيد الرئيس، وبنقول برضو ناخد من اجزاء معينة لبعض الاراضي عشان نقدر ان احنا نديها لصغار الفلاحين وصغار صغار الفلاحين وشباب الخريجين، ان احنا نقدر نرفع الرؤية الزراعية بتاعتنا، لان احنا تم بناء على اراضي زراعية بكم كبير جدا في جميع انحاء الجمهورية، فبالتالي محتاجين ان احنا نوسع فعلا الرؤى الزراعية تاني، ولازم ننتشر بيها في الصحراء، وده الامل الوحيد لمصر عشان نقدر ان احنا نوفر لقمة عيشنا في القادم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني طبعا انا شايفه عند حضرتك رؤيه، ويمكن عدد كبير من الحلول لكثير من المشاكل اللي الناس قالتها النهارده. اخيرا عايز اعرف كده، شايفه الناس متفاعله معاك جدا، حباك، بتتكلم عنك، يعني عارفينك دايما، الناس بتحب عضو مجلس الشعب او النائب اللي موجود معاها، بتشوفه مش بنتخبه ومش بلاقيه، انت بتتعامل مع ده ازاي؟ احنا الحمد لله متواجدين في وسط الدايره من قديم الازل، انا امتداد طبعا لوالدي وجدي ولكل اسرتنا من الطرفين، من ناحيه ابويا او من ناحيه امي، لان احنا الحمد لله عيله، سواء احنا كعيله الجزار هنا في المنشيه، او عيله والدتي عيله الجنزوري ودي في برهيم وبالمشط ومنشيه غمرين، او مجلس محلي برهيم، فاحنا الحمد لله عندنا رصيد من الخدمات للناس، عندنا رصيد من حب الناس، مشاركين الناس في احزانهم وفي افراحهم، متواجدين في وسطهم في كل مشاكلهم، متفاعلين معاهم يوميا. بس انا ليا طلب ورجاء ونداء من خلال قناه الحياه النهارده، بطالب الشباب اللي قاطع في المره الاولى وفي الجوله بتاعتنا برضو في الاولى، انتوا عارفين مين هو امير الجزار كويس جدا بالنسبه للشباب، عارفين ان امير الجزار متواجد في وسط الشباب وبيحسب على الشباب كمرشح، ان غالبية الناس بتقول ده مرشح الشباب، انتوا كان لكم دور قوي جدا في توجيه الناس ان هم ينتخبوا امير الجزار، ولكن انا اتمنى ان انا اشوف الشباب اللي انا بحبهم وهم بيحبوني كويس جدا يكونوا موجودين معانا عند صندوق الانتخابات ويقولوا كلمتهم، لان كلمة الشباب مع كلمة ابهاتنا واخواتنا وامهاتنا
هي الفيصل اللي بيها نختار نائب صح. ما نرجعش نقول بعد كده ده احنا اخترنا ده ليه وفلان نجح ليه وفلان نجح ليه. وكل الشكر طبعا لبلدي منشيل سلطان اللي انا بستمد منها قوتي الاولى، وكل الشكر لمجلس المحلي، مجلس محلي منشيل سلطان اللي هو بيتكون من المنشيه وتيتا وغمرين وسنجرج، اللي هم بنقدر نقف بره فعلا ونقول احنا من مجلس محلي منشيل سلطان، احنا من مجلس محلي منشيل سلطان، اللي التراب اللي بيمشوا عليه فوق دماغنا من فوق، اللي كل البلاد دي. وكل الشكر لكل المجالس المحليه ممثله في برهيم وطملاي والحمول وسدود وفيشه، و كل الشكر لكل المجالس المحلية وزاوية رزين اللي هم وقفوا معانا وقدروا فعلا ان هم يساندونا، واللي بيهم ان شاء الله هنكون نواب في البرلمان، وبنتمنى التوفيق لأي اتنين ينجحوا من الأربعة الموجودين ان شاء الله. وبشكرك جدا أستاذ أمير. ومشاهدينا كان هذا لقائنا من مركز منوف بمحافظة المنوفية، اتكلمنا في عدد كبير جدا من مشاكل الناس هنا قالوها بنفسهم، وكان بصحبتنا الأستاذ أمير أحمد الجزار مرشح حزب الوفد هنا بمركز منوف، وحط عدد كبير من الحلول عن العديد من مشكلات الناس اللي ذكروها بالفعل في برنامجنا النهارده. اخيرا بشكركم على حسن المتابعه.